وايضا منطقه ان انا استعرضت في التقرير، شفت التقرير عن منطقه الرياض، الا في منطقه مكه المكرمه اوحش من اللي موجود في منطقه الرياض، وبالذات في مناطق الفقر في ان احنا نعرفها، القنفذه اللي لا هو التقرير يا استاذ الكريم، يعني انت بخبرتك الطويله ويعني انت معروف مصداقيتك لدى الوزراء اللي مروا على وزاره الشؤون الاجتماعيه، حتى تختلف اللي اختلفت معهم ولا اللي اتفقت معهم ولا اي شيء. في اليوم احنا جبنا تقرير لانه اول شيء في حاله مرتبطه بمقبره العود بس الحي للتعويض، هذا واحد. الشيء الثاني نبغى بس وزير التخطيط انه يرى ما يحدث في الرياض العاصمه المدينه الرئيسيه، حتى يعني هذه الحلقه والله ليس ضد احد، هي بس فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. الا 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 على فكره يا اخ علي، مقبره العود يعني قريبه جدا من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه اللي تقع في وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي تقع في حي الريل، وهي والناس اللي جابت صورهم التقارير، لان انا عشت في هذه المنطقه عندما كنت طالب في معهد الخدمه الاجتماعيه في هذا في هذه المواقع، كان معهد الخدمه الاجتماعيه موجود وكان ما في مسافه بينه وبين الوزاره اللي هي موجوده فيه، وتقع على امتداد الشارع اللي يودي للريل من شارع الخرج الاساسي مع الصناعيه. فاتمنى يعني ما دام هذا المحل قريب انه يسعوا المسؤولين في وزاره التخطيط وزاره الشؤون الاجتماعيه انه يعدوا دراسه لهذا، انه ما يعني ما يتسرعوا في مجرد طيب. هدم اماكن. راح ارجع لك بس عشان الوقت، بس نفسر بس بعض التعريفات. لكن خلني اروح لضيفنا ايضا العزيز الاستاذ عصام خليفه. عصام اهلا وسهلا بك. من ناحيه اقتصاديه، ما هو الحد الادنى من الدخل الذي يخرج الفرد من دائره الفقر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امسي عليك الاخ علي وعلى الاخوه المشاهدين. اما بخصوص مشكله الفقر، حقيقه يعني من المشاكل الشائكه والمشاكل المعقده التي لا يكفي وقت البرنامج ولا عدة حلقات من هذا البرنامج لمناقشتها بالتفصيل، أو سواء من ناحية الاعتراف بالمشكلة أو تعريف مشكلة الفقر أو الإحصائيات أو الأسباب والمسببات أو الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع، أو من حيث المعاناة اللي بيعانيها الفقراء اللي هم عايشين الواقع الفقر، أو من حيث الكلام عن الضمان الاجتماعي ومخصصات الوزارة للفقراء من الضمان الاجتماعي، أو من ناحية الحلول اللي لحل هذه لمحل مشكلة الفقر. بالنسبة للحد الأدنى للفقر، يعني هناك بعض الاجتهادات من بعض الباحثين الاجتماعيين المتخصصين أوجدوا أنه الحد الأدنى للفرد في الأسرة 300 ريال، بحيث أنه إذا كان دخل الفرد أقل من 300 ريال في الشهر، يعني معادل 10 ريال في اليوم، معناته هو في أقل من يعني حد الفقر أو في الفقر المدعق أو أكثر. بمعنى إذا كان دخل الأسرة 3000 ريال، يخصم منها الإيجار السكن إذا قلنا مثلا 1000 ريال، يخصم منها الكهرباء نقول 500 ريال، يبقى 1500 ريال. فإذا كان مثلا عدد أفراد الأسرة 500 ريال، يقسم 1500 على عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص، فيقسم 1500 على 5 فيطلع 300 ريال للشخص. الجمعيات الخيرية إذا كان حسبت العملية بالطريقة هذه، فما يعطوا الأسرة إعانات مالية أو عينية. لكن إذا كان أقل من 300 ريال دخل الفرد، فتعطى الأسرة إما عينات مالية أو عينية. هذا من حيث الدراسات ومن حيث، وأنا أعتقد أنه نوعا ما مناسبة يعني للأسرة. لكن حقيقة يعني نجد يعني الوضع العام أنه الكثير من الأسر حقيقة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ارتفاع إيجار السكن، ارتفاع الأدوية والعلاج، ارتفاع المواد الاستهلاكية، إنها تعاني وأنها ما زالت فقيرة، سواء كانت في المدن أو في القرى أو في المناطق النائية. طيب أستاذ حسان، يعني سألتك قبل شوي، راح أعيد السؤال، هل هناك تقسيم علمي للفقر كما جاء على لسان وزير التخطيط،
وهل هناك فقر مدقع وفقر مطلق وما هو الفرق بينهما؟ هو في هناك مقاييس للفقر في الأمم المتحدة، وهذه المقاييس يعني تورد غالبا معدل مطبق في كل دول الفقيرة، مقدر عند الفرد بمقدار دخل الفرد، يعني على أساس أنه الفرد لازم يكون عنده دولارين الحد الأدنى. هذا يلمثل الدولارين، نتكلم مثلا عن صومال أو عن المناطق اللي موجودة هناك، هذه ممكن الدولارين تسوي حاجة بالنسبة للحد الأدنى، لكن بالنسبة للسعودية حتى العشرة ريال اللي تحدث عنها زميلي أعتقد أنها في الوقت الراهن لا تمثل تغطية لاحتياجات الإنسان الأساسية. والفقر نسبي، يعني أنا أقول الدولارين لما في 30 يوم في 12 شهر في الدول الفقيرة هذه إذا كان في 8 أفراد في الأسرة معناته 5760 دولار في السنة، يعني بمعناته 21600. فإذا العائلة الفقيرة في النظام السعودي اللي معدل أشخاصها 8 أفراد على سبيل المثال دخلهم السنوي 34210 من خلال الرواتب المخصصة للمعاشات والمساعدات في الضمان الاجتماعي، وإن كان زيدت في الأخير لزيد العدد اللي هو موجود وأدت فسحة لزيادة الأعداد واستيعابها بعد أن كان العدد يقتصر على 8 أفراد. أنا أقول الفقر يمثل شكل من أشكال الإقصاء والتهميش بالنسبة للناس ومس بكرامة الإنسان، ويعد انتهاك جوهري لحقوق الإنسان بعد أن أصبح الحق في الشغل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحي حقوق أساسية للإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر، لأنه سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر يهين الرجال ويهمش كثير من الأفراد، ولكن الحمد لله يعني بدأت خطوات جيدة تتخذ في الأخير لمحاولة رفع طيب مستوى معيشة. طيب اسمح لي أستاذ حسان، لكن أنا أبغى أتكلم حاجة أساسية، أنه ما تكون المعالجات وقتية، أنه تكون المعالجات مبنية على أسس استراتيجية مهما تطور الإنسان ومهما حدثت التغيرات في الحياة، أنه يكون هناك مواكبة ديناميكية لما يحدث وما تبقى على الحالة الاستاتيكية أو الحالة الثابتة بحيث ما تتغير. يجب أنها تكون حالة قابلة للتغيير في مواجهة احتياجات الناس على قدر ما يطرأ على الناس من احتياج في حياتهم المعاشية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو التوسع في البرامج والاحتياجات الخاصة بالإنسان. فما كان سابقا يعد شيء يعني ترفيهي أصبح في هذا اليوم شيء ضروري، وبالتالي الآن طيب الكهرباء تمثل عبء على سأعود لك أستاذ حسان، ما في أحد في 200-300 ريال وغيره. طيب اسمحوا لي بس نروح إلى 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 الشمال الغالي، شمالنا الغالي في المملكة العربية السعودية في عرعر تحديدا، معي الزميل الأستاذ خالد المضياني وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان. أستاذ خالد أهلا وسهلا بك، قمت برصد عدد من حالات الفقر في مدينة عرعر شمال المملكة العربية السعودية، صف لنا واقع هذه الأسر الفقيرة. أولا مساء الخير عليك أخ علي وعلى حضورك وعلى ضيوفك، أشكركم على البرنامج الناجح ولتناولكم الكثير من القضايا الحيوية والمهمة جدا. أولا أنت لا تتكلم عن الفقر، الفقر موجود في أي مكان، ولكن هناك نسبة وتناسب بين معدلات الفقر، تجد عندك في الشمال مثلا يزيد وفي الجنوب يزيد كذلك عن معدلاته في الرياض في جدة في الدمام المناطق الرئيسية، بسبب عدم وجود موارد دخل أخرى يعني كتجارة وكأمور وكأشياء زي كذا. المشكلة الآن بالفقر العلاج ما هو علاج وضع حلول ومجرد عائلة تعتمد على الضمان الاجتماعي كمية. بس خالد بس أنوه إن إحنا قاعدين نشوف الصور اللي أنت التقطتها اللي هي المباني وبعض المنازل اللي في الشمال اللي في بعضها الصفيح بعضها هذه كلها في عرعر، كلها في عرعر يا خالد ولا أيضا في مناطق؟ نعم نعم في مناطق عرعر واللي حولها والجوف والأمور هذه. نعم الآن المشكلة مو وضعت دراسات واستهلك موضوع الصفيح بحثا وإسهابا، لكن المشكلة مو مشكلة دراسات، المشكلة مشكلة تطبيق، مشكلة عمل إدارات. يجب أن تخرج هذه الإدارات من البيروقراطية، الشؤون الاجتماعية ترمي الوضع هذا على وزارة الداخلية، الداخلية ترمي على الشؤون الاجتماعية، الشؤون الاجتماعية ترمي على الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية ترمي على الأمانة، الأمانة ترجع تقول أنا أمن كذا. يعني صراحة تضارب في العمل،
يجب أن تكون هناك لجنة مشكلة من جميع هذه الإدارات وتوضع حلول وتعطى صلاحيات تتخذ فيها إجراءات. الآن أنت تقول لي عندنا هنا في المنطقة على سبيل المثال عرار حوالي 4 أو 5 جمعيات. الجمعيات صارت تصرف الأمور على يعني كل واحد صار يصرف المبالغ اللي تجي على معارفه. على طيب خالد بس تقول لي توقيت الصور هذه متى كانت؟ صور إلى الآن مستمرة يعني لا زال وضعه كما هو عليه. تم؟ لا زال وضعه كما هو عليه. لا الوضع لا زال كما هو عليه. شؤون الاجتماعية من 10 سنوات وهي تدرس. طيب وين التطبيق؟ دراسات أنا عندي من الشؤون الاجتماعية 4 أو 5 دراسات. وين خرجوا بتوصيات؟ توصيات رفعوا للأمانة، الأمانة طيب. رجعت للشؤون الاجتماعية، الشؤون الاجتماعية رجعت للأمانة، ما خرجنا بأي شيء. أنا أقول لك أنت الآن مشكلة الشؤون الاجتماعية تعود الإنسان على الاتكالية. أنت الآن تصرف له 800 ريال كل شهر كل فرد. طيب اعمل له حساب انه يصرف له خلال سنة سنتين لين ما تأمن له فرصة عمل او تعوده انه يستغني عنك. طيب هذه خالد راح نناقشها. شكرا لخالد المضياني ناشط في مجال حقوق الانسان من عرعر لان وقتي دهمني.